السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة عن عملية طوفان الأقصى التي بدأتها فصائل المقاومة الفلسطينية ولا تزال مستمرة، والتي تكبد خلالها الاحتلال خسائر فادحة حيث قتل العشرات من جنود الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى إصابة المئات منهم، في الوقت الذي كثفت فيه قوات الاحتلال قصفها على قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى. سنبدأ هذه التغطية ونستقبل معنا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد شينش، والباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور مأمون أبو عمر. كذلك سنستقبل من غزة الأستاذ ناجي الضابة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، وسينضم إلينا لاحقا في هذه التغطية عبر سكايب من بيروت الدكتور حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث. فاصل قصير ونبدأ هذه التغطية. أهلا بكم، نبدأ من الأستاذ من غزة مع الأستاذ ناجي. مساء الخير. أستاذ ناجي هل أنت معنا؟ طيب أستاذ مأمون موجود معنا؟ أستاذ مأمون؟ نعم سمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يعني تصريحات بايدن بعدم تنازله عن الدعم الإسرائيلي وتحدث عن الإرهاب الممارس على الشعب اليهودي، هل هذا الخطاب هو خطاب سياسي أم ديني تحريضي بلسان يتحدث عن بايدن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لك وضيوفك الكرام من غزة ومن اسطنبول. أعتقد ما تصريحات بايدن تأتي في سياقين. السياق الأول السياق الشخصي، وهو سياق أن هذا الرجل حليف لإسرائيل طوال عمره 50 عاما في الحياة السياسية، هو يركب السفينة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية وكرافعة له. الجانب الآخر هو جانب التوقيت الزمني هو توقيت الحملة الانتخابية، وهو شهدنا يعني مدى الاستمواد أو الاندفاع لدى بايدن وحكومته من أجل أن يحقق ما يعرف بالتطبيع مع السعودية، وكم هو قدم تنازلات لولي العهد السعودي من أجل أن تتم عمل صفقة التطبيع. لكن هذه الصفقة يبدو أنها تعثرت أو تأخرت بسبب أو آخر، وقد تكون طوفان الأقصى يعني قد يوقفها أو يشلها، لكن الآن هو وجد فرصة له في هذا الحدث وحوله إلى حدث استراتيجي. الحاملات الطائرة الأمريكية بإرسال حاملات الطائرات الأمريكية جورج فورد، والآن في حديث عن إرسال حاملة طائرات أخرى، على طبعا حاملة الطائرات لا تكفي لوحدها، إنما هي تكون مع جملة من السفن الصواريخ والإمداد الدعم الجسدي والإنزال، وهذا طبعا يعد تحدي خطير. وكما قال قبل قليل عمز قلعاد مدير الشأن التخطيط الاستراتيجي في وزارة الدفاع سابقا، أن هذه الحاملة الطائرات لم تأتي لحماية إسرائيل، بل هي جاءت من أجل مصالح استراتيجية ولتأمين أمن إسرائيل. وإذا كان حديث بعض الناس أن هذا الجنود الأمريكيين سيقاتلون عن إسرائيل، فهذا يعني أن إسرائيل قد انتهى. طيب أستاذ مأمون أو دكتور مأمون، نعم. سندخل في تفاصيل الأمور الداعمة والمساندة. ما حدث الآن هو نعم ندخلها، ولكن دعنا فقط انتخابي أكثر منه سياق. نعم. يعني اسمح لنا فقط نأخذ الأستاذ ناجي من غزة، نسأله عن الأوضاع هناك ونعود لمواصلة الحديث مع حضرتكم. أستاذ ناجي هل أنت معنا؟ معك، أهلا بك. مرحبا بكم. كيف تقيمون الأوضاع في غزة مع تكثيف الاحتلال للغارات على القطاع لليوم الخامس على التوالي؟ كيف هي الأوضاع على أرض الواقع؟ الأوضاع يمكن قراءتها في بعدين أساسيين. البعد الأول هو البعد الإنساني. نعم، هناك كارثة إنسانية ليست وشيكة بل هي قائمة فعليا،
هناك عجز كامل عن تقديم الخدمات، ليس فقط الإغاثية ولكن انتشال الجثث وإنقاذ ما يمكن إنقاذه تحت الأنقاض. لا تكاد تمر دقيقة في قطاع غزة على طوله وعرضه دون قصف واستهداف منشآت ومباني سكنية مدنية. الناس بحاجة إلى كل شيء في قطاع غزة، هذا البعد الإنساني الذي يعبر عنه المشهد على شاشات التلفاز، وهذا الذي أراده نتنياهو وكان له غطاء من السادية الصهيونية عندما تحدث وزير الجيش الإسرائيلي واصفا أهل قطاع غزة والفلسطينيين عموما بأنهم حيوانات بشرية، وبالتالي هذا السلوك السادي والعنصري والنازي للاحتلال الإسرائيلي يشكل مشهد دموي وإنساني كبير وخطير في قطاع غزة. البعد الآخر هو بعد البطولة الذي تمثل المقاومة الفلسطينية وحاضنتها الشعبية. نعم. يدركوا تماما أنهم في أتون معركة كبيرة، يعني معركة طوفان الأقصى ليست المعركة الأولى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. تعرض قطاع غزة إلى مواجهات واسعة عدة مرات، أكثر من إذا أردنا أن نعد بشكل استراتيجي فهي 4 مواجهات كبيرة بدءا من 2008-2009 وصولا إلى سيف القدس مايو 2021. هذه المواجهات شكلت كوارث إنسانية، لكنها شكلت في المقابل روافع للعمل الوطني المقاوم في مواجهة الاحتلال. الاحتلال اليوم يشعر بأزمة كبيرة، أزمة وجودية، ودعونا نستحضر مقولات إيهود باراك ونتنياهو نفسه عن عقدة الوصول للعقد الثامن في الدولة اليهودية. نستحضر أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينسى أبدا، وقادته لا ينسوا أبدا، أن أطول دولة يهودية أقيمت على هذه الأرض، وهي الدولة الوحيدة التي أقيمت في التاريخ لليهود بهذا العمر. الحشمونيم بقيت فقط 76 عاما، ونحن الآن في السنة 76 للاحتلال الإسرائيلي. ونتنياهو كان يتحدث أنه وإيهود باراك يخشوا أن لا تصل إسرائيل إلى عقدها الثاني. اليوم معركة طوفان الأقصى هذا المشهد أصبح ماثلا، يعني هذه الدولة التي هي في وهم الوجود ووهم البقاء اليوم بدأ يتبدى للجميع أنه يمكن كسرها ويمكن هزيمتها ويمكن إنهاء وجودها بالكامل. في اليوم الأول تطلب هذه الدولة التي تدعي أنها تستطيع أن تحافظ على دول وكيانات في بعد إقليمي وبعد دولي وتوفر لهم الحماية الأمنية والعسكرية والاقتصادية، هي تطلب المساعدات من الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم الأول، وتحاول أن تحشد تعاطف كبير في هذا العالم من خلال الكذب ومن خلال الافتراء ومن خلال الدعاية المكتوبة، وهي لم تستطع حتى اللحظة أن تعد قتلاها في ميدان المعركة على أيدي مسلحين مقاتلين وليس بطائرات وقصف عن بعد. لذلك هذا هو البعد الثاني، وهو الذي يراه الشعب الفلسطيني في مقابل أيضا المأساة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة السادية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وهو غير قادر على مواجهة المقاتلين بشكل مباشر. ودعوني أقول أن بين البعد الأول والبعد الثاني تظهر بطولات المقاومة التي تقول بشكل واضح أنه في ظل هذه المأساة تخرج المقاومة بقواتها من تحت الأرض ومن فوق الأرض وتري العالم حجم القضية الفلسطينية وأهميتها بالنسبة لشعبنا. نعم، نرجع إلى الأستاذ مأمون، وهناك خبر سرايا القدس قصفت مستوطنة سديروت، كيف تقيمون أداء المقاومة وأيضا الخطط والتكتيكات التي وضعت في عملية طوفان الأقصى؟ ليس هناك يعني عفوية بالتنظيم، هناك خطط وهناك يعني مراحل وضعتها المقاومة في كل يوم، كيف تقاومون ما يجري إلى اليوم الخامس؟ والحديث هذا الموضوع يعني ليس سهلا، يعني في تفاصيل كثيرة في الموضوع. نعم.
ولا أظن الوقت يتسع لمثل، يعني بحتاج لوقت أطول في هذا الأمر، لكن أختصر بقدر ما هو يعني ما هو متاح بالقول أنه في نقطة مهمة جدا، وهي قضية أن الجانب يعني في هذا الموضوع أن هناك نقطة مفصلية في هذا المعركة. الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الكتاب القسام اثنين، استغمال التكنولوجيا عالية جدا، اخترقت التكنولوجيا الصهيونية مقابل صفر تكنولوجيا، تنتين استعملوا مرة واحدة، من لم يكن بينهم جسر، لا تنتين موجودات في لحظة واحدة تم استخدامه، ولذلك نجحت الخطة. بمعنى تكنولوجيا عالية، نجحت المقاومة في اختراق المنظومة الأمنية بطريقة سيبرانية عالية جدا، وبالتالي أحدثت شلة في الحركة للأجهزة الرصد والمتابعة الإسرائيلية على الحدود، وشلت نظام الأمن على الجدار الفاصل في قطاع غزة، والذي لا يمكن لا يسمح بمرور عصفور بدون أن يسجل حركته على جدار غزة، الذي كلف الحكومة الإسرائيلية حوالي مليار ونصف دولار على طول الحدود بين قطاع غزة والكيان، حوالي 65 كيلو متر مربع، 65 كيلو على طول الحدود، بارتفاع 7 أو 8 متر في علو، و80 متر تحت الأرض أو 70 متر تحت الأرض. هذه يعني هناك كميات كبيرة من يعني تم التكلفة الإجمالية مليار ونصف دولار، محصنة ماديا ومحصنة تكنولوجيا، بحيث أنه لا تسمح باختراق فوق الأرض أو تحت الأرض بعمق 80 متر أي حركة يتم تسجيلها ورصدها. هذا النجاح التقنية العالية تم اختراقها، ثم ضربت كل مراكز الرصد وتم تسلل في هذا التوقيت، علاوة على أن المقاومة استغلت ليلة العيد، صباح العيد عند الطرف الإسرائيلي يكون حفلات وسكر، وبالتالي معظمهم كانوا في حالة ساعة الصبح، خاصة في حالة إنهاك وفقدان تركيز، فعندما تم الاقتحام عليهم صبحتهم، وبالتالي أنهم لم يتمكنوا من تركيز ومعرفة ماذا حدث، فدخل عليهم قاتل قسام وهم نيام أو شبه نيام غير قابلين على فهم ماذا يجري، وتم الحدث بهذا الشكل. لذلك يعني العملية كانت معقدة، هذا الحدث أدى عملية انهيار تام لوحدة فرقة غزة، وهذه فرقة أهم فرقة في المنطقة الجنوبية، يعني عصب القوة عصب لواء الجنوبي، يعني إسرائيل مقسم لثلاث ألوية، الشمال الوسط الجنوب، هذا العصب اللواء الجنوبي انهار، اللي هي فرقة غزة، لأنها هي تواجه قطاع غزة اللي فيها كل التحديات الأمنية، هناك تحديات موجودة على حدود مصر والأردن ومنطقة إيلات، لكن هذه لا تعد بالنسبة إلى يعني مركز الثقة الرئيسي في القوة العسكرية، حوالي 90% أو من القوة العسكرية الإسرائيلية موجودة على غلاف غزة، والباقي يعني حراسة على الحدود من اتجاه الأردن ومصر، لأنهم مطمئنين تماما. طيب. علاوة على ذلك أن المقاومة عملت خداع استراتيجي، أوهمت الاحتلال بأنها قبلت بالاتفاقيات التي وقعت قبل أسبوع من التهدئة، وأعطى انطباع للجانب الإسرائيلي أن المقاومة قبلت معادلة المصالح الاقتصادية مقابل السكوت على الجرائم الصهيونية في المسجد الأقصى، وكان بشرط، وهذا كان مهم جدا، أنا كان شرط موجود بالاتفاق أن لا تحدث عمليات انتهاكات للمسجد الأقصى، لكن الاحتلال الصهيوني تجاوز ثلاث أو أربع اتفاقيات حدثت منذ سيف القدس، ولم يلتزم بأي اتفاق حصل مع الطرف الفلسطيني، وهذا طبعا هذا معناه أنه لا معنى للاتفاق مع الطرف الصهيوني، وبالتالي المقاومة ستكون طليقة اليد لأنها غير ملتزمة، لأن الاحتلال لم يلتزم بهذا الاتفاق، وبالتالي ما حدث أنه حدث انهيار لفرقة غزة، وحدثت حالة من الفوضى على جدار قطاع غزة، واندفع الجمهور الفلسطيني يشاهد ماذا جرى، ولا أحد يدري ماذا حدث، يعني وبالتالي أنه هذا الأمر، يعني الكتاب في تصوري وتقديري أن كتاب القسام ذهبت يعني اختلقت نفذت العملية بهدف السيطرة على 25 موقع عسكري
والسيطرة على المستوطنات، السيطرة وليس أخذ أسرى، هذه لم تكن الفكرة واضحة. لكن ما حاسم الفوضى أجبر المقاومة على أخذ، يعني في بعض المناطق أجبرهم على أخذ أسرى، خاصة ليس أسرى بمعنى الأسرى، أخذ بعض المدنيين الذين وجدوا أنه فيه إمكانية من نتيجة الفوضى الموجودة من دخول المدنيين وحالة من الفوضى الموجودة أنا ممكن أن يقتلوا، أو شاهدنا بعض الفيديوهات أن تم تأمين بعض الناس والذين المتمكن من تأمينهم تم نقلهم إلى غزة، وهناك بعض المدنيين تم نقلهم من غزة من قبل مدنيين آخرين فلسطينيين، قامت المقاومة بأخذهم من هؤلاء المدنيين ووضعهم في عند المقاومة. لذلك المقاومة لم تكن في مخططها طيب. يعني نعم. أو فوات في حسابها جلب مدنيين إلى قطاع غزة كما يعتقد البعض أن أخذ طيب. رهائن أو قتل رهائن أو مدنيين، العملية كانت يعني الواقع فرض نفسه طيب. ما حدا كان يتوقع هذا ما حدا أيضا يعني خلينا انهيار كان التخطيط، المقاومة كانت تعتقد أن ممكن أن يكون هناك مقاومة للاقتحام الموجود والسيطرة نعم. على الجنود، لكن لما حدا يتوقع أنه 65 كيلو من الحدود وهناك 1000 مقاتل أو 2000 مقاتل تخترق من قبل. طيب دكتور مأمون خلينا نسأل أيضا الأستاذ ناجي، بعد الصدمة الكبيرة التي تعرض لها الاحتلال في عملية طوفان الأقصى، ماذا عن انتهاء أو لازلنا في مرحلة الصدمة وفي بدايتها وفي أوجها والتي وجهتها المقاومة للاحتلال، هل هناك يعني جولة تكتيكية لنتائج محددة درستها المقاومة يعني قبيل عملية طوفان الأقصى، أم الأرض على أرض الواقع أو العملية على أرض الواقع أعطت ربما نتائج مغايرة للتوقعات، ربما فاقت التوقعات بالنجاح؟ أنا في تقديري أن النتائج هي فاقت التوقعات. الانهيار الذي شهدته مستوطنات غلاف غزة، ونحن نتحدث عن نحو 22 مستوطنة و11 موقعا عسكريا محصنا يشمل مركز قيادة فرقة غزة، نعم. هذا الانهيار الكامل للمنظومة الأمنية الدفاعية والهجومية على حد سواء. يعني لك أن تتخيل أن الاحتلال يستغرق عدة ساعات إلى أن يصل إلى تقدير موقف ما هو الحال، يعني ما هو الحال، ما الذي يحدث، وهذا كان جزء من تخطيط المقاومة، لكن النتائج فاقت ذلك، والمقاومين الذين دخلوا بالتأكيد لم تكن لديهم الصورة واضحة كما هي بدت لحظة التنفيذ، بمعنى أن هناك حالة من التراخي الكامل لدى الاحتلال الإسرائيلي في ليلة إجازة وليلة عيد إثبت لهم، لكن أن يكون هذا التراخي مع بالعنصر البشري العنصر التقني على حد سواء هذا. طيب فقدنا الاتصال مع الأستاذ ناجي الضابة، نرجع إلى الدكتور مأمون. دكتور مأمون يعني هل فعلا مثل ما قال الأستاذ ناجي أن هو تراخي من قبل الاحتلال، أم هي العقيدة القتالية التي يمتلكها جنود الاحتلال ليست العقيدة بإقدام وقتال ببسالة والدفاع عن إسرائيل؟ القضية لا، هو جيش الاحتلال في عنده عقيدة قتالية يعني، بس اللي حصل أنه مفاجأة، فجاءهم بجيش كان يعني احنا بالفلسطيني بنقول يعني مساطيل، كان صبح يعني صبح كانوا يشربوا، كانت هناك حفلة ضخمة موجودة في منطقة جنوب غزة، والجنود في المواقع كانوا يعني جنود يعني كان كالتالي، كانت مناسبة أعياد. في عندنا نقطة مهمة جدا، أنه المقاومة في الضفة الغربية أشغلت الاحتلال بشكل كبير، مما اضطر إلى سحب جزء كبير من الجيش الصهيوني إلى منطقة الضفة الغربية، هناك حوالي أكثر من نصف الجيش الإسرائيلي موجود في الضفة الغربية. طبعا عندما يكون هذا الجيش مستنفر في منطقة، هذا سيؤثر على توزيع القوات وانتشارها في باقي المناطق، هذا خفض عدد الجيش الإسرائيلي فيه. عندما يكون أعياد بتم عملية تخفيض عدد الجنود من حيث مجازات، أول شيء تكون ليلة عيد طبعا في الليل بتم تخفيض الجنود، بصير الجنود الحراس على النقاط المراقبة. نقاط المراقبة ماذا حدث لديها؟ نعم. من الناحية في نقاط مراقبة مباشرة نظرية، في رقابة كلها إلكترونية، بالأغلب رقابة إلكترونية، هذا الرقابة الإلكترونية تم السيطرة عليها بالسايبر، يعني المقاومة نجحت باختراق منظومة الرقابة الإلكترونية وضللتها،
بحيث انه لم تكن خارجيه. اذا دكتور، انت ذكرت قبل قليل انه صفر تقنيه عند المقاومه، ليست صفر تقنيه الاختراق مثل هذه الطريقه، اختراق يعني وصل الى مرحله السيطره بطريقه سيبرانيه على الحواجز. انا قلت لك تنتين. نعم انا قلت تنتين في المبادره، كان هناك تقنيه كامله عاليه جدا، نعم، وغير متوقع، وصفر تقنيه في نفس الوقت. شايف؟ هذا عمل فجوة في قدرة الاحتلال على فهم ما حدث، انه التقنية عالية هو اختراق منظومة الرصد والرقابة على الحدود. نعم. وبالتالي تم السيطرة على المنظومة بحيث انه الجالس على الشبكات الرصد غير قادر على فهم ما حدث ومش شايف شيء يعني. صحيح. واضحة الصورة؟ نعم. هذه السيطرة الالكترونية، هذا النجاح، انه إسرائيل تتباهى انها دولة السايبر ودولة الالكترونيات ودولة، يعني حتى تحدث الجنرال الامريكي قال ان مشكله اسرائيل في هذه المواجهه ان اعتمدت كثيرا على القدرات التكنولوجيه والسيبرانيه. نعم. فجاءت الهزيمه من هذه النقطه، في النقطه الخطيره جاءت الهزيمه من مركز قوتها، وهي هذه النقطه التي تتباهى اسرائيل فيها في العالم، وتقيم وتنشئ علاقات مع النظم الدكتاتوريه وتروج انها قوه سيبرانيه عاليه جدا. ولعلمك اسرائيل ثلثين ناتج القومي الاسرائيلي بيعتمد على هذا المجال. وهذه طيب نقطة خطيرة. اريد ان اعود الى النقطة التي ذكرتها قبل قليل. نعم. ثم الموجة الاولى من الصواريخ المقاومة قامت بتدمير هذه المراكز، لان المقاومة عندها معلومات. قامت بتدمير هذه المراكز، مراكز الرقابة والرصد، ودمرت كل الكاميرات او الكاميرات الرقابه على الحدود بالقناصه، وبالتالي اصبح عمى الكتروني وعمى عادي، يعني لا هم شايفين من الناحيه المنظومات الالكترونيه غير قادره على الرصد، والمنظومات حتى بعد ما عميت كمان تم تدميرها بالموجه الصاروخيه الاولى. طيب. وبالتالي هذا يعني الصورة اللي كانت بالتالي الجيش الإسرائيلي لم يفهم ما حدث، والجيش كان في حالة استرخاء، وعنده كان تقدير استراتيجي إن المقاومة يعني لن تفعل شيئا، كان مطمئن، وحدث معهم نفس التقدير الاستراتيجي ما حدث في حرب 73، إنه المقاومة مهما حدثت هي عملية تقوم بالمناورات يعني. ولذلك هنا حدث التقدير الاستراتيجي مثل حدث في حرب 73، عندما كان السادات الجيش المصري يتمرن ويستعد ويحشد القوات ثم تنسحب في خلال فترة الإعداد للحرب 73، فهذا أعطى طمأنينة للجانب الإسرائيلي بأنه هذه مناورات تقليدية وعادية، حشد القوات حشد طبيعي ولا يقلق. ولذلك حتى لو الجانب الإسرائيلي استخباراتيا كان لديه معلومات أن المقاومة حشدت عناصرها، هذا كان في السياق الطبيعي، وهذا كان التضليل. طيب دكتور مامون، عفوا رجع لنا الاستاذ ناجي. استاذ ناجي، هل انت معنا؟ معك، تفضل. اهلا بك. اهلا بك. خبر عاجل يقول انه كتائب القسام استهدفت مسيره بصواريخ هرمس، 3 صواريخ في المحافظه الوسطى، تفاصيل عن هذا الخبر؟ يعني ليس لدي تفاصيل عن هذا الخبر، ولكن هناك خبر قدمه الجيش الاسرائيلي انه هاجم 2687 هدفا في قطاع غزة. هذه الأهداف كلها أهداف مدنية، منشآت ومباني سكنية ومراكز تقديم خدمة مدنية داخل قطاع غزة، وفي مقابل ما تقوم به المقاومة من إدارة معركة. بالمناسبة الاحتلال أقر للمرة الأولى منذ 50 عام أنه في حالة حرب، لكنه يخوض معارك إبادة وتدمير كامل للبنية التحتية وللسكان، ولا يخوض حرب عسكرية. هذه المعركة الأولى التي لا يعترف فيها الجيش الإسرائيلي، ولا يستطيع أن يقدم بلاغات أو بيانات عسكرية حول تدمير قدرات المقاومة. هذا لافت بالمناسبة. عادة كان يقول الاحتلال مثلا في عام 2012، تحدث في ذلك الوقت وزير الجيش الإسرائيلي أهود باراك عن تدمير في اليوم الأول أو الثاني، تحدث عن تدمير 70% من قدرات المقاومة. هكذا ادعى وظهر عكس ذلك. في بلاغات متعددة 2014 كان يتم الحديث عن استهداف منصات صواريخ، استهداف مراكز سيطرة وتحكم
للمقاومة وضرب واقع استخبارية في هذه المعركة. ولكن نعم. وفي هذه الحرب الجيش يخوض مواجهة مع الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، بينما المقاتلين يخوضون معركة في عمقه الأمني في مستوطنات غلاف. ولكن بالتأكيد المقاومة حسبت حساب كل هذه التفاصيل التي من المتوقع أن يقوم أو يقدم عليها الاحتلال. بالتأكيد هذا جزء من إدارة المعركة، هذه ليست المعركة الأولى التي تديرها المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال الهمجي. الشيء اللافت هو أن هذه الحكومة الأكثر تطرفا بحسب وصف الجميع لها في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، حكومة تقدم تصريحات لا ترعوي أبدا لحجم الخسائر ولحجم الضحايا. ولكن في ذات الوقت أستاذ ناجي، يعني عندما يعترف الاحتلال بمقتل 1200 صهيوني وإسرائيلي في الأراضي المحتلة، فلك أن تتوقع أن العدد ربما يضرب في 10 كما يرشح، أنه لا تعترف إسرائيل بالأرقام الحقيقية ودائما ما تقلل من نسب الأرقام الحقيقية التي تعلنها. لاحظ منذ 5 أيام وهذا العدد يتزايد، يعني أنا الآن أنظر إلى ورقة كنت أكتب عليها بعض الأرقام في الأول، فأجد نفسي أشطب كل ساعة أو ساعتين. في البداية كان 50 ثم 100 ثم 200 ثم 300، هذه الورقة لا زلت أحتفظ بها. نعم. وهي الأرقام تزداد كل ساعتين، كل 3 ساعات، 50 20. الجيش الإسرائيلي اليوم، أخي أدرعي الناطق باللغة العربية، نعم، باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن عشرات في اليوم الأول، وهذا 1200 هؤلاء في اليوم الأول جلهم في اليوم الأول. يعني الاعتراف جاء بالتدريج، يعني درجوا الاعتراف بالأرقام. بالتأكيد بعد 3 أيام قالوا أننا وجدنا 100 جثة، يعني انظر بعد 3 أيام 72 ساعة تحدثوا عن وجود 100 جثة وجدوها. طيب. في مناطق مفتوحة. طيب أستاذ ناجي، اسمح لنا أن نشرك معنا الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا بكم أستاذ حسان. ما أهمية ما جرى في غزة على المستوى العربي، لا سيما الصورة التاريخية المرسومة للاحتلال والدولة التي لا تقهر، وكيف فاجأتها المقاومة في طوفان الأقصى، وما هو ردود الفعل لديكم؟ في الواقع كان المشهد الصهيوني في المنطقة العربية أنها قوة لا تقهر، نعم، وأنها قادرة على أن تقوم بما تريد دون أي محاسبة، وأن الخسائر دائما ما تكون في الجانب العربي، وأن إسرائيل دائما قليلة الخسائر، وأنها ترتكب ما تريد وتقوم بما تريد في أي منطقة، حتى أن إسرائيل نفسها أخذت تتباهى بهذه العناوين، حيث كانت تقول أن يد إسرائيل طويلة وأنها تستطيع أن تطال من تريد حيث تريد وساعة تريد. نعم. المشهد اليوم الفلسطيني ومشهد غزة بالتحديد يعني أطاح بهذه الصورة وقلب الموازين، حيث شاهدنا الشعب الفلسطيني، الشباب الفلسطيني في غزة ينتقل إلى الداخل الفلسطيني، إلى داخل الأراضي المحتلة عام 48، ويقوم باحتلال مستعمرات وبضرب القوات العسكرية الإسرائيلية، وكذلك بتهجير المستوطنين اليهود الذين جاءوا من كافة أصقاع العالم. هذا المشهد ترك أثرا طيبا لدى الشعب العربي والإسلامي بشكل عام، وأعطى الثقة بأننا قادرون على أن نقوم بكل ما نريد ساعة تكون هناك نية صافية وهناك إعداد وتحضير وكتمان أيضا، لأن ما أصاب العدو بالذهول هو هذا الكتمان وهذا العمل السري الدؤوب الذي استغرق سنوات وليس أيام وليس أشهر من التحضير والإعداد والاستعداد للقيام بهذه العملية التي غيرت المشهد الفلسطيني وغيرت المشهد العربي، وأطاحت بصورة العدو القوي الذي يحظى بكافة القدرات من تقنية وبشرية للقيام بما يريد وأن يضرب حيث يريد ساعة يشاء. لذلك المشهد العربي اليوم مختلف تماما، درى هذا التعاطف وهذا الروح المعنوية العالية. النقطة التي ذكرتها وهي السرية والتكتم، لم تتكتم المقاومة فقط فيما بينها، ولكنها تكتمت أيضا عن حزب الله وقوات حزب الله، ولم تشركه حتى. هذا واضح تماما ونحن في لبنان تماما، لأن هذا نسمعه حتى من بعض قيادات حزب الله وبعض من يؤيد حزب الله. حركة حماس والمقاومة الفلسطينية لم تبلغ أحد في لبنان على الساحة اللبنانية، حتى من بعض القيادات الفلسطينية لم تتبلغ بهذه العملية من حيث التعداد ومن حيث التوقيت.
ربما كان الجميع يعلم أن هناك إعدادا واستعدادا وتحضيرا وتدريبا، لكن لكن التوقيت ساعة بقي الصفر لم طي تعلن. الكتمان، وذلك بقي طي الكتمان حتى لا يتسرب أي خبر، خاصة مع تغلغل العملاء. وكلنا يعرف أو سمع بالخبر حيث اعتقل عدد من العملاء قبل أسابيع قليلة من هذه العملية في منطقة الجنوب، من يتعاملون مع إسرائيل من داخل الساحة الفلسطينية مع الأسف الشديد. لذلك هذا الكتمان كان ضروريا ومهما وكان مثمرا، وهذا يدل أيضا على حرية القرار الفلسطيني، على استقلالية القرار الفلسطيني، على أن الساحة الفلسطينية تتخذ قرارها، تؤمن استعدادها، وتقوم بما يمليه عليها الواجب الفلسطيني والواجب الإسلامي في تحرير أراضيها وفي ضرب هذا العدو، دون العودة للمرجعيات الإقليمية التي تدعي الآن أنها هي خلف أو مؤيدة أو مساندة، لأنها أصبحت تحاول إدراك دورها وأن طيب، تربط نفسها بهذا الإنجاز الكبير على الساحة الاستقلالية الفلسطينية. التي ذكرتها للمقاومة وفي قرارها في بدء المعركة والسيطرة عليها والتحكم فيها، كيف تنظر إلى إقحام حزب الله نفسه بهذه المعركة من خلال قصف بعض الإطلاقات الصاروخية، بينما وصل المقاومون الفلسطينيون إلى قلب أراضي 48؟ أولا يجب الإضاءة على الدور العظيم الذي قامت به المقاومة الفلسطينية في داخل فلسطين، من حيث الربط بين العمل الحربي التقليدي الذي تقوم به الجيوش وأيضا حرب العصابات. هي مزجت بين الأسلوبين، أسلوب حرب العصابات وأسلوب الحرب التقليدية. هذا شيء مميز وفعلا شيء لم يسبق أن حدث على مستوى المرحلة التاريخية القريبة. لكن بالنسبة لحزب الله في لبنان، هو يقوم بعمل استعراضي الآن، لم يقم بشيء يوازي دعم الساحة الفلسطينية، ودعم إذا كان يعتبرهم حلفاء أصلا، لأن وحدة الساحات التي كان يتغنى بها حسن نصر الله والإيرانيين لم نشهدها على الساحة اللبنانية، لم نشهدها عندما كانت تداهم القرى والبلدات في الضفة الغربية، لم نشهدها الآن وغزة تتعرض للإبادة والتدمير بشكل كامل في جريمة ضد الإنسانية لم يسبق لها مثيل. لذلك ما نشهده الآن على الساحة اللبنانية من إطلاق بعض الصواريخ أو بعض القذائف هو عمل استعراضي دعائي. وهناك أيضا شيء يجب أن نلفت النظر إليه، دائما ما تطلق هذه الصواريخ من القرى السنية تحديدا، كفر شوبة، شبعة، الهبارية، بروحين، الظهيرة، هذه بلدات سنية، ليقول أن هذه البيئة هي المتعاطفة مع الساحة الفلسطينية وليست بيئته التي ترفض أن ينخرط حزب الله من خلالها في قصف الأراضي المحتلة، لأنها تريد أن تبقى خارج هذا النزاع. والسبب في ذلك أن هذه البيئة بدأت تشعر بالقوة على الساحة اللبنانية وأصبحت تتحكم بالساحة اللبنانية، ولا تريد أن تنخرط في أي صراع قد يفقدها المكتسبات السياسية والأمنية التي حصلت عليها، ولا تجد ما يربطها بالموضوع الفلسطيني، خاصة وأن التاريخ يتحدث عن حرب المخيمات وما عانى منه الفلسطينيون على الساحة اللبنانية من حلفاء حزب الله وخاصة في حركة أمل. لذلك أن ما نشهده الآن على الساحة اللبنانية هو استعراض إعلامي واستعراض دعائي وحركات لا ترقى إلى أن تكون فعلا مساندة للشعب مساندة. طيب، الفلسطيني أو تخفف المعاناة عن أهلنا طيب، في غزة. نعود إلى الأستاذ ناجي، معنا الخبر العاجل والذي يقول أنه شهداء في فلسطين وصلوا إلى 1000 قتيل، 1000 شهيد، و5000 جريح، الأرقام في تزايد اليوم نتيجة للقصف المستمر من قبل قوات الاحتلال، وكذلك نداءات من قبل المستشفيات في غزة للتبرع بالدم بسبب يعني كثرة الإصابات. هذا الخبر الذي نقلته وزارة الصحة اليوم يعكس حجم الشهداء، عدد الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات الفلسطينية وتم إحصائهم، لكن هناك أعداد أخرى لا تزال تحت الأنقاض. هناك نداءات متواصلة من الدفاع المدني وأطقم الإغاثة في الجبهة الداخلية الفلسطينية من أجل المساعدة بالمعدات من الدول العربية ومن الدول الإسلامية، لأنه لا يوجد قدرة على تلبية كل نداءات الاستغاثة. هناك ضحايا لا زالوا تحت الأنقاض، استمعنا في الصباح إلى تفاصيل مؤلمة من المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني حول وجود أحياء يستغيثون بأهاليهم لكن لا أحد يستطيع أن يغيثهم بسبب حجم الركام المتواجد فوقهم. هذه الكوارث
يجب أن ينتفض لها العرب والمسلمون. يعني تخيل لو أن هذا المشهد هو في مشهد زلزال أو مشهد فيضان وكارثة طبيعية أصابت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يعني في الدول التي تمتلك إمكانيات من الصعوبة، فكيف بقطاع غزة المحاصر؟ طيب خليك معنا أستاذ ناجي، نذهب إلى الدكتور مأمون. في تطور خطير دكتور مأمون، بايدن يريد إلباس المقاومة ثوب داعش، ليس مستغرب هذا الوصف، ولكن ماذا يريدون من وراءه؟ طبعا يعني هو القضية إسرائيل لا تحتاج مبررات لقتل الفلسطينيين، لكن حتى تقوم تمارس الجريمة بغطاء ودعم قوي وترتكب، يعني تنتقم، تشبع غريزة الانتقام الصهيونية، كان هناك يعني حاجة ماسة إلى ربط حماس بالداعش. وقد طبعا يعني للأسف الشديد حدث بعض الفيديوهات المسيئة والتي لم نفذها مدنيون، ليست وكما قلت في البداية حدث فوضى ودخل مدنيين، وهذه الصور هي التي استغلت، ولم يجد فيديو واحد لمقاتلي القسام بالزميهم العسكري الذي دخلوا فيه الاقتحام يشير إلى سلوك مخالف لأعراف العسكرية النظامية واحترام حقوق الإنسان كما يعني هي كما تعلم ديننا الحنيف. شاهدنا وهناك اعترافات من مستوطنين قابلهم القسام وأمنهم، ومنهم كما قلت أمنهم في حياتهم في أماكنهم، ومنهم من تم نقلهم غزة في حفر. لذلك تم استغلال هذه الصور والفيديوهات لتشويه حماس وتصويرها بهذا الشكل. جانب آخر أن عدد القتلى من الطرف الإسرائيلي كان كبيرا مقارنة بالأرقام السابقة وزارة الحروب يعني السابقة، يعني ما قتل في هذه الحرب الآن تعترف إسرائيل ب 1200 قتيل الآن موجودين في عندنا، لا في إضافة إلى ذلك حوالي عدد لا يقل، لا أحد يستطيع معرفته الآن بالضبط، في عندنا 200 واحد ممكن قد يكونوا أو أقل أو أكثر أسرى لدى المقاومة، بالتالي عدد ضخم جدا. هذا يقارب من عدد يعني هم حاولوا شفوا الموضوع بما حدث في أبراج في 11 سبتمبر حينما قصفت هنا، عدد القتل الذين قتلوا 1997 قتيل أمريكي، يعني حوالي 3000، الآن عندنا في الجانب الإسرائيلي حوالي 1500، فبالنسبة للإسرائيلية 11 سبتمبر هذه المشكلة بالنسبة للقيمة الرقمية. نعم هذا المعلن ولا ندري ما هي الأرقام الحقيقية. على أي حال نشكركم الشكر الجزيل على مداخلتكم. الاعتراف الإسرائيلي 1200 نعم قتيل. شكرا لكم الباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور مأمون أبو عامر على هذه المداخلة، ونتواصل معكم بالتأكيد في تغطيات مستمرة. نعود إلى الدكتور حسان القطب، يعني نسأل فقط عن ردود الفعل العربية حيال يعني طوفان الأقصى، كيف قيمت ردود الفعل الرسمية من الأنظمة؟ الموقف الرسمي العربي كان مقبولا إلى حد ما، حيث لم يتقدم أحد منهم للإدانة على الأقل، لكنهم كانوا جميعا يطالبون بحل القضية الفلسطينية، بحل المسألة الفلسطينية واعتبارها النقطة الأساس للاستقرار في المنطقة. أيضا معظم هذه البيانات الرسمية حملت المسؤولية للتطرف الإسرائيلي الذي يقوده بن غفير وغيره، وزياسة هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي استفاضت في عملية استفزاز الشعب الفلسطيني والشعب العربي والمسلمين في العالم من خلال الهجوم على المسجد الأقصى. ولذلك الحملة التي قامت بها حماس كانت تحت عنوان طوفان الأقصى. لذلك هذا الاستفزاز الإسرائيلي، هذا التطرف الإسرائيلي الذي هو فعلا فكر داعشي بمعنى الإرهاب والقتل والترهيب والتهجير واحتلال الأراضي وطرد المواطنين، هذا الفكر الصهيوني المتطرف أدى إلى يقظة في على الساحة الفلسطينية كما على الساحة العربية والإسلامية بأن هذا الكيان لا يمكن أن يتعايش مع محيطه، وأن هذا الكيان غير قابل للاستقرار في المنطقة، لأنه لا يستطيع أن يستقر إلا بالحديد والنار وإلا بالترهيب من يقيم فيه ومن يعيش حوله. لذلك هذا الكيان هو الذي استفز العالم العربي، هو الذي استفز العالم الإسلامي، وبالتالي المواقف العربية مقبولة إلى حد ما، ولكن يجب الاستثمار في هذه المعركة التي غيرت وجه المنطقة لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا، لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه. وحتى الدول الغربية بما فيها المؤيدة لإسرائيل أصبحت تتحدث عن ضرورة الحل حتى لا تتكرر هذه الحادثة، وحتى يتم ضمان أمن إسرائيل وخاصة الولايات المتحدة التي هي
ترعى هذا الاستقرار الإسرائيلي، وباعتبار أن أمن إسرائيل هو أولوية دولية. ما بين الاستثمار الضعيف وما بين الاستغلال الذي تقوم به محور المانعة من نظام الأسد وحزب الله لعملية طوفان الأقصى حتى لو إعلاميا؟ هذا الاستغلال يريد أن يقوموا بتبرئة أنفسهم من دم المسلمين الذي سفكوه في سوريا والعراق واليمن ولبنان ومناطق كثيرة. هؤلاء يعتبرون أن استراتيجياتهم تقوم على تبني القضية الفلسطينية باعتبارها في قلب كل مواطن عربي وإسلامي، وبالتالي الاحتضان للقضية الفلسطينية بالشكل وبالإعلام فقط هذا يعطيهم سق براءة مما ارتكبوه بحق الشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني. أيضا من يعرف أن المخيم عن الحلوى محاصر بجدار يشبه الجدار الذي يفصل مدينة القدس عن محيطها في الضفة الغربية، وبرعاية رسمية من الدولة اللبنانية وبموافقة حزب الله الذي يمسك بالساحة اللبنانية أمنيا وسياسيا. لذلك هذا الاستغلال هو فقط للتبرئة من الدم العربي والإسلامي الذي سفكوه طوال سنوات، وهذا لن يعطيهم القدرة على الإمساك بالورقة الفلسطينية، لأن الاستقلالية الفلسطينية كانت واضحة في هذه العملية، كانت واضحة خلال من ترتيب هذا الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية وخاصة حركة حماس على الأراضي الفلسطينية المحتلة. لذلك نحن يجب أن نسعى لحل هذه القضية بطريقة تمنع الاستغلال وتؤمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من بيروت الأستاذ حسان القطب مدير مركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة. ونعود إلى الأستاذ ناجي ونسأله، يعني مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يتحدث عن رفض العقاب الجماعي الذي تتعرض له غزة اليوم من قطع الكهرباء وقطع للطاقة الكهربائية والماء، وكذلك عدم السماح بدخول المواد الغذائية. ما قيمة هذا الرفض أمام ما تعانيه اليوم أو يعانيه القطاع من هذه الأزمات المستمرة؟ المشكلة في العالم الغربي وهو الحليف الاستراتيجي لإسرائيل وهو القائم على حمايتها أنه يقدم خطابا متناقضا، من جهة يستنكر الفعل ولكنه يرفض إدانة الفاعل. الفاعل هو الاحتلال الإسرائيلي، استنكار الفعل لا يفيد الشعب الفلسطيني بشيء باعتبار أنه أصل القضية مرتبط بوضع سياسي وهناك احتلال قائم. هذا الاحتلال إذا زال سيزول كل الأثار، يعني كل ما يحدث الآن هو مرتبط بوجود احتلال إسرائيلي على الأرض الفلسطينية، وبالتالي النتائج المترتبة على الاحتلال دائما، وهم أكثر الناس من يدرك ما الذي يعنيه الاحتلال. الفرنسيون، البريطانيون، البرتغاليون، الإيطاليون، جميعهم مارسوا الاحتلال قبل ذلك ويدركوا، آبائهم وأجدادهم يدركوا أن الاحتلال يترافق معه قتل وتعذيب وتهجير وتجويع وحصار. طالما أن الاحتلال موجود فهذه المشاهد ستبقى موجودة. هذا ما يدركه الشعب الفلسطيني، وهو الذي أدركه منذ أكثر من 7.5 عقود. لازال الشعب الفلسطيني بعظمته يرفض الاحتلال ويقاوم منذ 7.5 عقود وهو يدرك ذلك. وهذه هي معادلة المقاومة في مواجهة الاحتلال، أنه لا يمكن التعايش مع الاحتلال، لا يمكن قبول الاحتلال، لأنه بطبيعته إرهابي وبطبيعته فاشي وإحلالي. نشكركم الأستاذ ناجي الضاضة، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا من غزة، وكل الحفظ والسلامة لكم ولكل الفلسطينيين. تغطياتنا متواصلة مشاهدينا في ونشرات الأخبار كذلك عن عملية طوفان الأقصى، نلقاكم على خير.